ألف رحمة على روحك يا صدام حسين، يا من حكمت شعب. ما أعرف منو قال هذه الحكاية اللي قالها: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، دينكم دنانيركم ونساءكم قبلتكم، سوف يأتي يوم عليكم حريقا أو غريقا. الله يرحمك صدام حسين، شلون كنت متحمل هذا الشعب. هسه أنا عرفت ليش كنت تقص رؤوس الخونة ورؤوس الديون. الله يرحمك يا صدام وين ما اندفنت، واعتذر لك مرة ثانية وفي البث المباشر على كل يوم عرضتك به. تحياتي لكم ونشوفكم على خير.